ما بدنا العريس بعد 10 سنين هو وعم بشوف صورة الفرح أو يتفرج على ألبوم الصور يقول معقول البدلة اللي كنت لابسها يوم فرحي إنه مقبول هالشي؟ تعالوا نشوف هالتقرير. ما تفتكروش إن البنات بس اللي بيكونوا مشغولين قبل الفرح، العرسان كمان بيحضروا نفسهم لليوم ده من قبلها بفترة طويلة عشان شكلهم يكون أحسن كتير. أنا أحمد يحيى، فرحي بعد شهر. زي ما أنتوا عارفين أهم شيء في تجهيزات الفرح هي بدلة العريس، وأنا دلوقتي أروح أشتري بدلة الفرح بتاعتي. أحمد قرر إنه يبدأ يختار بدلته بنفسه، بس يا ترى النتيجة هتكون إيه؟ طبعاً أنا محتاج بدلة سودة عشان خاطر الفرح بتاعي بعد شهر، وطبعاً بدلة العريس تكون سودة يعني، ويستحسن كمان لو بقى فيها لمعة، فيها ستان عشان تبقى حاجة مميزة. طبعاً اليوم ده بقى يوم سبيشال قوي، فلازم العريس يبقى في قمة شياكته وفي قمة أناقته، فأنا اخترت البدلة دي كده ممكن أجرب أقيسها يعني. أنا شايف هي ممكن تكون واسعة شوية، وبعدين بالتالي لو فيها شغل من هنا الستان هيبقى شكله أظرف، عشان دي بدلة عريس فما ينفعش إن هي تكون بدلة تقليدية، فهضطر إن أشوف بدلة تانية. شكلها حلو دي، أنا عايزها. زي ما انتوا عارفين العريس لازم يلبس البدلة سودة والقميص أبيض، محتاج القميص الأبيض بتاعها تحت أمر. ممكن أقيسه كمان. أحمد جرب وجرب كمان، بس يا ترى هل كانت اختياراته صحيحة وملائمة؟ هل اختياراته كانت صحيحة؟ هيدا اللي رح نعرفه مباشرة من فريدة مراز. مساء الخير فريدة. مساء النور رغدة. اليوم بدنا نحكي شيء خاص بالرجال، مظبوط؟ عشان ما يتضايقوش بقى، مش كل لا مرة ستات. لأنه في حدا سمعنا من كم يوم انه ليش بتحكوا بس مين عن يا ترى؟ ما بعرف، حدا قاعد معنا بالاستوديو بضل عينه بلبس النسوان وبخبار النسوان. جبنا لك البدلات كلهم عشان تعرفوا، بس كل الناس اللي بتتفرج عشان تعرفوا قد ايه انا دفعت عن حق الرجالة يا جماعة، والفقرة دي معمولة لنا بعد ما انا انتقدتهم، فجوم النهارده يتكلموا كله رجالي النهارده. هيدا لعيونك ولعيون كل الرجال اللي عم بتابعونا اليوم، ساعدكم تختاروا البدله المناسبه، خاصه للي عم بحضر لزفاف، لعرس، لفرح، وحتى اللي رايح يحضر فرح. بالزبط. نحن شايفين مجموعه من البدلات. انا قسمت لكم النهارده مجموعه زي ما بتقولي عن حاجات، لا نو اللي هو زي ما بيقولوا دونتس، هي دي لا، ودول الحاجات اللي اوكي. وهنوري ازاي ممكن يعني الشكل يفرق حتى من بدله بجد اولد فاشند وقديمه وحاجه يعني شكل خلاص ما ينفعش نلبسه دلوقتي، لشكل بعد ما بقى يبقى مودرن بقى. ودلوقتي مع انه عم بيقولوا فريده انه رجع درج الموضه القديمه، يعني اللي عنده بدله قديمه بخليها بالخزانة بيرجع يلبسها ولا لا؟ لا انا عارفه، اعرف رجاله كتير بيسيبوا البدله عندهم بدله واحده 10 سنين بقى وحاجات افراح واتراح ولكل المناسبات بتمشي. هلا نحن عندنا مجموعه من البدلات، بس لا الاكثر شيء انا لفتتني صراحه البيضه، البيضه اللاميه اللي بتلمع دي. لا مش مقبول. لا دي حلوة قوي كتير، ايه صراحة وطويلة بهرج. انا بهرج. هيدي النيفر، ايه نيفر، هيدي نيفر. لا يعني بصي حتى لو ما عندكيش غيرها برضو ما تروحيش الفرح، اصبغيها وما تروحي فيها الفرح. لكن الابيض اللميع تحديدا اللي بتلمع لا، والابيض يعني الابيض برضو لا، واللي بتلمع لا. في اللي بيبقى الاوف وايت اللي على بيجيت، على حسب الوادينج الفرح فين. يعني ساعات في عريس بيحب ان هو يلبس مثلا لما بيكون عامل الفرح بتاعه مثلا في شرم الشيخ، في الغردقه، على البحر، والصبح، لما على حسب هو الكافلينجز عاملين ازاي والناس والثيم بتاع الفرح ماشي ازاي، ممكن ساعتها يلبس اللي هم الابيض، بس برده مش هتكون بتلمع. الاوف وايت، الاوف وايت كمان الاوف وايت حلوه، بس برده ما تكونش بتلمع. اوكي في جميع الاحوال نحن هي اتفقنا عليها من بدايه البرنامج، حتى لو في هواي. لو في هواي ممنوع. اوكي عم نشوف المقلمه، بس كمان ليك اللون البينك مقلمه مش بحيالها لون بيربل كده وبيلمع، يعني البيربل بيلمع والاسود اللي جنبه بيلمع.
لا جد مش مقبول. لا انه هي بالحقيقة شو بيلبق لها تحت قميص اسود يعني العريس؟ لا هو ما بيلبق لهاش اي حاجه خالص. مش كده النهارده الناس اللي عندهم الحاجات دي هيفرجينا انه هيك سريعا نمرق عليهم. الاحمر ده الكلاون ممكن يلبسه في حفله تنكريه لو عايز. يا احمر. وعندي برضو واحده تانية الحفله التنكريه تنفع قوي. حفله تنكريه بس على البيانو. لا هي بيكونوا قالوا له البوس رسم كتير. سوري نحن مش انا عم نهرج كتير ونستهزئ بس انه مش مقبول لفرح. لا احنا هنا موجودين عشان نعلم الناس برضو ايه وندي لهم ارائنا وهم أوكي. حرين برضو يعني. اوكي اكيد هيدي. لا اللي قدامها شو وضعها؟ اللون يعني دي الكات بتاعها كويس ومش بتلمع بس اللون يعني ما يمشيش على اي لون بشره راجل ولون برضو قديم قوي ف يعني انا برضو يعني طبعا الحاجات اللي بدله قديمه بالظبط يعني الحاجات الاولانيه دي اللي بصي نيفر ايفر اللي هو ممنوع تحت اي ظرف دول اللي هو بوري ازاي ممكن تختار حاجه يعني دي الكات بتاعها حلو اسمه ايه ده وما بتلمعش بس اللون لا مرفوض مرفوض. اوكي في شيء كمان مقلم شايفته قدام البلو شوي او ايه هيك جراي ما بعرف اللي هو اسود جراي على بتلمع كل حاجه كومبينيشن بقى عملوا ايه حبوا اوكي يحطوا كذا حاجه. في شيء بيشبه جينز هيدي مثل مش جليتر جليتر هي لميع هي سهرات يعني نايت كلاب بس ما بتنفع فرح لا ما تنفعش. اوكي وبرده مش عاوزه العريس بصي شوفي دي راخده كده يا العريس يعني ليه ممكن ياخد حاجه فيها باترن ساده ساده وهوريكوا اكزامبل دلوقتي حلو انه ازاي ممكن تاخد حاجه ساده وهيبقى شكلك حلو بس ليه ممكن ده وعليها البابيونه بتاعتها شياكه. طيب هي بدنا نقول البدلات مش عم تخلص فريده انا بجرب مش قادره تتحمل هو القمصان شو الاصفر والازرق دي الوان طبعا برضو لا الريل ده كله لا هيدا كله اللي عم نشوفه لا وجايبه لك برضو مفاجاه الله ايه الجمال ده كله انا دي بفكر البسها. لا على لبسي مش مقبول فرجيني انا عندي لا ليكو هي متخيله عريس هيك مثلا عريس رايح على عرسه بهيدا الشكل انه مقبول هو حلو عليكي عشان الله يخليكي الله يخليكي عمالي عفيني من الموضوع هو كل الكرافتات مرفوضين صح؟ والكافلينكس دي برضو اللي هي نص بيربل ونص بني والناحيه الثانيه بني في بيج لا يعني عاده الالوان بنجرب نبعد عنهم مظبوط اذا عم نحكي ببدله العريس تحديدا لا العريس لازم انا بحب زي ما بقول لك اسود لانه عريس مش لازم يعني ممكن تبقى ستايلش في اي يوم تاني بس ده فرحك وانا عايزاك بعد ما حتى تشوف صور فرحك بعد 50 سنه هيدا اللي قلناه بالانترودكشن ما يقول انه انا معقول كنت لابس هالبدله او شو ما كانت ما في شيء يعني مسموح فيها يعني ده الكيس الوحيد اللي انا بقول حاول ان انت تلعبها صح. طيب انا اذا مثلا معزوم على عرس وبدي البس هول البدلات كمان ممنوعين حتى لو انا معزوم ما خص اني انا عريس بالظبط مظبوط ما كل الحاجات دي يعني انا يعني ما فيش غير ممكن العريس يجي في باله ده او اللي هي اللي بتاعت البيانو دي ايه دول اللي ممكن تيجي في باله هقول له لا لو هو معزوم بقيه الحاجات دي برضو لا نحن عندنا بدله سوداء بالظبط هيدي البدلات اللي مسموح فيها للعرسان كل صح؟ دي بصي سليم فيت ساده وفيري اليجنت ممكن يتلبس عليها الكرافات سوداء لو هو معزوم ممكن عشان هو صاحبه قوي يلبس بابيون يلبس بابيون انا برضو جايبه لكم معايا كذا بابيون حلوين يعني بصي ده مثلا البابيون ممكن يلبسها لو هو صاحبه وده بابيون ممكن يلبسها لو هو صاحبه والعريس برضو ممكن يلبس بابيون طب ولو هو عريس وبده يحط بابيون لو ايه العريس العريس يحط بابيون طبعا اي بابيون بيختار سودا والقميص شو بيكون لونه ابيض لشو جايب البابيون البيضة علشان ساعات بيبقى في قمصان فيها مثلا زراير سودا فيهم موديل حلو يعني ممكن مثلا انا دلوقتي لازم ادي حاجه مش ثابته انا كل الحاجات دي ممكن برضو ايه تلعبي فيها شويه لو حد بيعرف ازاي يلعب بيها اوكي فعشان كده انا جبت حبيت اجيب ابيض واسود لانه هم اللونين الاساسيين يعني البيسكس اوكي عم نشوف هلا بدلات هون هيدي شو القدام برضو دول دي بدله سليم فيت بس حلو الشغل على القبه
يعني دي ساتان وتلاقيها يعني ده كحلي صريح وده تلاقيها شويه مطفي. فهي شكلها حلو شكلها جديد شكلها مودرن وفي نفس الوقت شيك. وممكن انا ارشح لحد ممكن يلبسها لو هو رايح فرح وعايز يبقى لك شكله شيك وشاب عشان كده هي سليم فيت. اوكي فتنفعه كتير يعني تنفعه. وهدي كمان قميص بيضه تحتها كمان قميص بيضة. انا دايما زي ما بقولك في الافراح فرجينا القميص البيضة كيف لازم يختاروها في السليم فيت او في الريجولر كله على حسب جسمه. يعني لو هو جسمه يعني كده فيت شويه فياخد سليم فيت, بس لو هو جسمه مليان ياخد راجلر لانه مناسب لجسمه. لكل واحد على حسب جسمه. فاحنا مثلا عشان كده مع مثلا احمد احنا هنركز مع الكيس بتاعته سبيسيفيكلي. اوكي اوكي لكن انا دلوقتي بوري الحاجات اللي هي البيزكس. يعني السوداء مع شو بتلبسيها؟ القميص مع شو بيقدر يلبسها؟ ممكن يلبسها مع بدله جراي اللي شفناها بالاول اللي لا دي أوكي. اول واحده خالص. اوكي اوكي تجيبها لتعذبك. انا اقرب علي هيدا ممكن تروح لها القميص السوداء تحتها. اوكي بالشكل ده مثل ما عم نشوف. ايه اتس نايس نوت باد. ما هيك ما هي الكرافات شو وضعها؟ انا شفتك مركزه كثير على البابيون اكثر. علشان انا الكرافات يعني انا حاولت ان انا اجيب لكم الحاجات اللي هي زي ما قلت لك قبل كده اللي هم التحفه دول. النو نو 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 نيفر ايفر. اوكي اوكي فلكن البابيونات بقى مثلا عشان مثلا ايه على حسب كل واحد على حسب اللوك بتاعه والبدله بتاعته وكده. بس انا بحب يعني انا دلوقتي طبعا الموضه الكرافات السليم فيت اوكي دول موضه. بس في الصراحه انا بحب فيه شويه عشان ما اقفلش الدنيا على الناس لو ما لقوش سليم فيت في ريجولر فيت اختار الريجولر فيت الساده. يعني اختار يعني بصي دول الراجلر فيت التخان ما يكون فيها دول لا شغل ونقش لا 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 أوكي. هو بس السليم فيت قصدي لو راجلر فيت اختارها ساده لان كمان دلوقتي الرجال الكبار شويه في السن الراجلر فيت بتبقى لايقه عليهم. يعني هم كمان مش لازم يلبسوا بدله سليم فيت قوي ممكن يلبسوا راجلر فيت برضو والكرافات الراجلر فيت برضو تبقى لايقه عليهم. طيب عندي سؤال البدله السوداء شو بيقدر يلبس لك الست باجره؟ سودة 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 طبعا. الأبيض لا لا ولا أبيض, أبيض. ولا كروكودايل مثلا عارفة جلد ال في كروكودايل في شفتها قبل كده ومن الطرف زرقاء لا من وين جايبها إذا عم يسمعنا اتصل أجيبهولك مرة بعد. أوكي ممنوع ممنوع دايما أنا بقولك في البدل بالذات ما تفننش. لو بتفنن لازم تبقى يعني وخصوصا لو ده فرحك كمان أنت العريس هاي انا عايزاك انا عايزك تبقى واثق ان انت لو اتفرجت على الصور عيالك جم بعد 50 سنه عايزين يتفرجوا على الصور لا بابايا كان شيك مش يزرع لهم ابتسامه بوجهه. هيك شي مروان هلا مش هالحال خشيت خلقك بهالفقره. أنا معجب جدا بالبدلة البيضاء. ما تبقى ما راح تاخدها. جايبين لي البدلة البيضاء مخصوصة. يا رغدة مصرة إنها تلبسني في فرحي بقى على إيه على قميص أبيض. المرة الجاية. إيه كمان أخش لكم بيها الاستوديو بقى المرة الجاية. أخش بدلة بيضاء لميع وجزمة بيضاء وبابيونة بيضاء وقميص أبيض داخل شبح داخل بتعرف بتخفف شوية من الإضاءة بس أيوة ما بقولكش تضوي لحالك. شبح داخل رح يكون ملاك ملاك عبد الفتاح المخرج بيقول لك ملاك رح تكون ملاك ربنا يخليك يا أستاذ هو ملاك. خليني اقول الاول انا فرحان بس بالفقره دي عشان ايه عشان التحيز اللي هم كانوا عاملينه الفتره اللي فاتت دي فالحمد لله احنا قدرنا نرد فسمعكم دلوقتي بتتكلموا على البدل وبتاع فانا حاسس بسعاده واكيد كل الرجاله اللي بتتفرج علينا دلوقتي فرحانين برضو. خلينا نقول على السؤال البدلة الفرح هل السؤال اللي حطيناه على الفيسبوك هل الميزانيه او ضيق الوقت اثروا على اختيارك لبدلة فرحك؟ رد علينا ناس برضو دمها خفيف يعني بيقول ياسر بيقول انا حاولت اكون على الموضه بس يكون سعرها حنين عشان مصاريف الفرح كتير. ومحمد قال على فكره موضوع القميص والكرافته ده بيفرق كتير واوعى تنسى الشراب زي واضح ان هو نسي الشراب اصلا وهو رايح الفرح. وحسن قايل اللعنه على الميزانيه. وفي منا بتقول قعدنا اسبوعين انا وخطيبي ندور على بدله شيك بسعر مناسب وفرحنا بعد بكره فدي محتاجة مساعدة سريعة جدا. وفي حد تاني بيقول خالص لا خالص كان في وقت اشتري بدلة وكله كان تمام الحمد لله. وفي حد تاني بيقول ده حقيقي انا اشتريت بدلة في اخر وقت بسبب ضيق الوقت لدرجة اني كنت بفكر اروح فرحي بجينز. خليني اقول لك ان انا لسه كنت في فرح قريب يعني واحد صاحبي كان افتكر ان هو نسي يشتري بدلة قبل الفرح بثلاث ايام
عمل كل حاجه ومحتاس والشقه وهو العريس وكل حاجه وبيكلمني بيقول لي يا مروان يا نهار اسود انا نسيت اشتري بدله. يا نهار بعده بقى متذكر الفرح نحلي بقى متذكر عادي يوضب الاوتيل ويوضب الشقه ويوضب كل حاجه ونسي البدله فيعني كان قوي جدا. ده كيس جديد عليا. خليني بقى في اخر الحلقه افكر الساده المشاهدين وخليني اطلب بس منكم حاجه قبل ما اقول لكم. ابعتوا لنا يا جماعه صور بدل فرحكم على البيج بتاعتنا على الفيسبوك كلام في سرك، تقدروا تبعتوا لنا برده على اللينك ده على السؤال بتاع بدله الفرح، ابعتوا لنا صور فرحكم عشان نستعرضها معاكم في حلقات بعد كده. وكمان تقدروا تتواصلوا معانا على تويتر على الاكونت بتاعنا @كلام في سرك، وكمان الهاشتاج بتاعنا اللي انتوا اكيد حفظتوه دلوقتي هاشتاج كلام في سرك بالعربي، وكمان التويتر بروفايل بتاعنا اللي هو كلام في سرك. وتقدروا تشوفوا الحلقه دي بعد ما تخلص وكل الحلقات اللي فاتتكم على الحياه تي في نتورك بعد ما تخلص على اليوتيوب بعد ما نخلص الحلقه مباشره، وتواصلوا معانا ولغايه ما اشوفكم الحلقه الجايه. ابعتوا لنا كل المواضيع اللي انتوا عايزين نتكلم فيها وكل ردودكم على صفحتنا وعلى التويتر وعلى كل حاجه، وانا معاكم وهرد عليكم اول باول. وبالبدله البيضاء الاطلال الجديده بالبدله البيضاء الحلقه الجايه تبعتوا لهم صوره لازم اكيد هم يعني مش هيبعتوا لك هم بس لازم انا هلبس البدله البيضاء واصور بيها. رغده هتعملي في ايه تاني اكتر من كده؟ خلاص بزياده هلبس راح ارحمك الليله واقول لك شكرا كثير مروان. شكرا لك رغده. ثانك يو فريده كمان مره جديده نورتينا. اهلا وسهلا فيكي. بدنا نختم حلقتنا بابتسامه مظبوط؟ مظبوط ثلاثتنا لانه بالابتسامه هي اللغه اللي ما بتحتاج الى ترجمه. فابتسامه منودعكم على امل اللقاء مجددا. الى اللقاء. شكرا.